عودي معكم للمتابعة، ومثل ما ذكرنا بسؤالنا عبر صفحة الفيسبوك، الصداقة بالنسبة لكم شو بتعني لكم؟ فيكم طبعا تعطونا رأيكم بالصداقة وتسمونا أشخاص، بس أنا حبيت أنقل لكارلا رسالة اللي موجهت ليها صابرينا. بدي وجه تحية واتمنى توصل أعز صديقة على قلبي العميدة عميدي كارلا حبيب مراد، وبشكرها على وقوفها بجنبي ومساعدتها. طبعا نحن هون لنساعد كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا. رقم الواتساب بتعرفوا 03010533. تواصلوا معنا عبر كل السوشيال ميديا وسبشل عبر صفحة الفيسبوك عالم الصباح. كمان مرة مع كارلا خفيف نضيف لنكمل نحن وياكم شو الصح شو الخطأ من المعتقدات اللي نحن منعيشها يوميا. عن جديد بدنا نوجه تحية لصابرينا اللي هي صديقة البرنامج. طبعا أنا بدي أقول لك شغلة وأقترح عليك موضوع. طبعا بكل المواضيع بدك تعملي ريسيرش قبل أنت خاصة فيك لنقدر نطرحها، وهي عدم أكل اللحم والدجاج والسمك الفيجيتيريان، يعني كيف بيعيشوا بالحياة، وهل هالشيء خطأ وشو الخطأ وشو الصح كمان بهالمواضيع مع تيمونياج إذا فيك تقبلنا. إن شاء الله أكيد أكيد نشتغل على هالموضوع، وخاصة مثل ما عم نحكي كنا عم نحكي تحت الهواء أنا وياك جوزيف، كتير التخوف من اللحمة أو الدجاج اللي هو كمان بيكون ممكن عم بيتربى بطريقة معينة، عم بينعطى مواد معينة إن كان اللحمة أو الدجاج، بقى هيدي تخوفات كتير عند الأشخاص بلبنان بالمنطقة وبالعالم. أكيد منجيب كمان اختصاصيين بهالموضوع، تربية بروفيسورية بموضوع تربية الدواجن و بس كله بيتعلق. بدي تقولي لي هيك حتى اللي عم بفكر بالموضوع ياخد هيك جواب سريع، كله بيتعلق حسب الكمية كمان. انت دائما عندك على طول الكمية هي الأساس، لأنه أنت ما بنقول بدنا ناخد شيء بيضر، بس إنه إذا ولا بد في شك إنه هل الطعام اللي عم ناخده فيه ولا كمية معينة، أنا إذا ما عم كتر منها مش مفروض أنه تأتي. لنكمل اللي كنت بلشتي قبل قصة الطعام المشوي على الفحم بالصحة أو لا. اي المشوي، طعم المشوي ان كان لحمه او دجاج اكيد او سمك شو ما كان، وقت نشوي على الفحم دارج مش دارج، يعني هلا كثير عم ينحكى انه بيأذي لانه بيصير في مواد مسرطنه، هل هالشيء صح او غلط؟ بتصور ايه بتقول صح، انا راح اقول صح وخطا. نعم صح، لانه طبعا نحن وقتها بنكون عم نشوي مثل ما بين معنا بالصوره بطريقه مسطحه اذا بدك، كل الدهون اللي بقلب اللحوم عم تنزل على الفحم، وبالتالي عم بتطلع هالدخنه المسمه يلي بتبرم حول اللحم اللي عم ناكله وبتغلفه بمواد مسرطنه. ليش عم بقول كمان خطا؟ لانه طبعا في عده طرق اخرى للباربيكيو، ممكن انه انت تشوي عموديا مش افقيا، يعني هو والجريل اللي عندك هي او الباربيكيو مثل مثلا الشاورما بيكون صح بصير ينزل على القاعده، ما عم بينزلوا على الفحم، يعني ما عم بيدقوا بالفحم. هيدي فكره هلا لنفتح شركه نعمل منقل هيك كثير كثير حلو، وصار في شيء بيشبهها. لا في طريقه اخرى جوزيف، اللي هي انه انا استعمل فحم طبيعي، طبعا خشب نظيف ومنه ما بدي اقول يعني منه فحم اكثر مصنوع من الخشب، هيدا كثير بخفف من المواد المسرطنه يلي ممكن يعني تطلع. يعني الفحم المصنوع بالمشاحر، يعني صحيح اللي هو من خشب السندين وغيره. والطريقه كمان أهين إذا صعب إنه نحصل على أنواع من الخشب للفحم، هو إنه نظف الجريل كل يوم وشيل كل الرواسب يلي ممكن تنزل، استعمل لحمة مش مدهنة لحتى ما تنزل على الفحم وتطلع هالمواد، انقع اللحمة بالخل والحمض. بس كارلا هيك بيستووا؟ بيستووا أكيد، لأن المفروض يكونوا عم بيبرموا كمان مثل الشاورما. هلا بطل فيها هذا عمله، صار صعب كثير صار صعب بدك تبرمه اصلا. على كل حال حتى لو كان افقيا بدك تبرم السيخ، نفس الشيء انت وقفه عموديا بدك تبرم السيخ في صحيح. طريقه شفت هيك اشياء انا أوكي. وكنا عم نقول لك ننقع بالخل او ننقع بعصير الحامض او البرتقال. ليش؟ لان في فيتامين سي، والفيتامين سي نوعا ما
بيلغي شوي من مفعول المواد المسرطنه اللي بتطلع من الدخنه، واكيد ما تاكلوا الشقفه المحروقه باللحمه او بالدجاج. هيدي قصه الفيتامين سي كيف؟ الفيتامين سي لانه الفيتامين سي انتي اوكسيدنت طبيعي، يعني مضاد لكل شيء مواد مسرطنه. شو بنعمل بنشرب معه يعني؟ لا بننقع اللحمه فيه. يعني بننقع بليمون بحامض بخل. حلوه الفكره، حلوه جدا، وبتعطي طعمه طيبه وبتطر اللحمه. اوكي ولحمه هبره. اوكي يعني بيقولوا يعني اذا فيك تنقع اللحمه بكيوي قد ما كانت قاسيه بتطرى. مزبوط. منكمل جوزيف، الحد من تناول الدهون مفيد للصحه؟ هيدا سؤال انا سالك اياه قبل وبعرفه كثير منيح، انه مش انه الواحد يوقف كليا، ولكن بده يمرق بالنهار ملعقتين ثلاثه ليزيت المفاصل. صحيح، هيك قلتي لي. مضبوط، يعني هون اللي بدي اقوله انا انه مع انه الناس معقول تتفاجئ، الجواب على السؤال هو خطأ. لانه اول شيء في عندك نوع الدهون، يعني وقتها عم نحكي زيت الزيتون، اذا انا ما عندي مشكله بالوزن ما في لزوم، بالعكس يعني في كميات معينه من زيت الزيتون بنسبه عاليه بينت انه بتساعد لتشفي من بعض الامراض او لتنزل الدهون بالدم. بس دائما نتذكر وقت اقول انا انه مثلا ياكلوا زيت زيتون قد ما بدهم، ما تنسوا انه زيت الزيتون مفيد جدا، بس بالمقابل بيعطي وزن، انه بيعطي طاقه كثير، وبالتالي اذا عندي وزن بدي اخسر وزني ما لازم كثير منه. نفس الشيء هلا كان حكينا هذيك الاسبوع عن السمنه الزبده والدهون المشبعه. في فتره كان الحليب يلي هو كامل الدسم نخاف منه او نخاف من الزبده، هلا صار واضح انه الزبده ما عم تاذي وما رح تاذي قد مثلا السمنه الحيوانيه. بالمطلق الحمويه يعني الحمويه صح. وضروري نقول كمان انه انا بفضل 100 مره ناكل زبده اصليه من انه اخذ كل شيء تقليد، يعني هي كانت لنقول زيت او اي نوع من المواد النباتيه تحولت لزبده، يعني بسميها انا زبده اصطناعيه. ليه؟ لان وقت تحولوها لزبده صار فيها مواد مؤذيه بنسميهم ترانس فاتي اسيد. انا بفضل 100 مره اخذ زبده اصليه على الزبده الاصطناعيه اللي فيها دهون مهدرجه او ترانس فاتي اسيد. يعني بيكون مكتوب عليها؟ بيكون مكتوب عليها، صح، بيكون مكتوب وبنقرا هيدروجينيتد فاتس، هدول ابدا ما منيح. بقى زبده بيور زبده او زبده اصليه كثير منيحه. اضبط. السؤال رقم 10، من الافضل انه ما نتناول اطعمه دسمه لوجبه الفطور؟ تتروق مثل الملك، تغدى مثل الامير، وتعشى مثل الفقير. صح، يعني يلي عم تحكي مزبوط. الجواب خطا على هاي السؤال اللي هو مبلا، لازم نتروق اذا بدنا ناخذ اشياء دسمه ناخذها بفتره الصباح. هلا مش ضروري الصوره شفناها هلا مع السوسجز، بس انه ايه في اخذ بيضتين مقليين مع زيت زيتون. لا بشوف بكل الفنادق العالميه بحطوا سوسجز عم بحطوا سوسجز. هلا هي السوسجز ليه ما بدي اياها؟ لسبب اخر نرجع نحكي عنه انا وياك بعدين. بس هو الكادسم، يعني اذا مثل ما قلنا ليت بيضتين مع زيت زيتون تروقتهم على بكره كثير منيح، لانه بشبعوا وبطل جوع على 11. كثير مهم هيدا الجوع على 11، بخليني اكل اشياء بتاذي، بينما وقت اكل صحن فول كمان مع زيت زيتون خلص راحت معي للساعه 2. اذا جوع على 11 اوكي ما رح جاوب على السؤال. اخر سؤال جوزيف، الاقريدس المثلج افضل من الاقريدس الطازه، صح او غلط؟ لا اكيد غلط. غلط؟ لا انا بدي اقول لك صح. عن جد عم تحكي؟ وهون عم بحكي من الناحيه من ناحيه الفود سيفتي او سلامه الغذاء. ليه؟ لانه لسوء الحظ ببعض الاوقات انا وقت اشتري ريديس طازه اذا مش من مسمكه حد البحر ما بعرف اذا هذا الريديس كان مثلج ودوبوا الثلج عنه. بينما بهالحاله اذا بعرف اي احسن؟ اذا بعرف اكيد الفريش اكثر، بس احسن. بس حتى ولو هو مثلج البروتين اللي فيه بعده، اليود اللي فيه بعده، هلا اوكي بيخسر شوي من المعادن، الفيتامينز اكيد بيروحوا كلهم. على كل حال انت وقت تشوي بده ينقضى على الفيتامينز بالمطلق. بس انا اذا بدي اكون مطمنه سلامه الغذاء افضل اشتري مثلج وانا دوي بالثلج عنه واطبخه، مش أوكي. يوصل عندي ويكون مدوب ثلج اللي بيعملوا افرات عليهم بالسوبر ماركت، هو بيكون مدوبين الثلج عنهم. ما بعرف، يمكن يكون مثلج وراح دوبوا الثلج. بس اذا بعرف المصدر انه انا مش انه غلط جوابك. لا 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 لا، اذا بتعرف المصدر اكيد فيك تاخذ. حطي لي عليه بخلص. 20 على 10.
جوابك كل عمري بحبي. مش 10 على 10، 20 على 10. كارلا ثانك يو، شكرا لك. عن جد دائما معلوماتك قد ما كنا نعرف بنضلنا ناخذ كل يوم معلومه جديده. شكرا لك، ثانك يو. بدون شك بنشوفك ان الله راد. اليوم احنا ثلاثه نهار الجمعه، الله راد، بحلقه جديده لكل المشاهدين. نحن وياكم مكملين عالم صباح، بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه. خليكم معنا.